السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. نحييكم في هذا اللقاء كل صباح من الأحد إلى الخميس، جلسة الأعمال وكافة مستجداتنا على ساحتنا الاقتصادية نتابعها مع حضراتكم في هذا الصباح وفي كل صباح برفقتكم وبرفقة ضيوفنا. في كل يوم يتجدد اللقاء معكم، ونرحب اليوم بالسيد أو بالدكتور عبد الله الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار والمحلل الاقتصادي. صباح الخير معنا دكتور اليوم. سيكون لنا عدة وقفات بطبيعة الحال، وأيضا سيكون معنا من بورصة قطر السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية. صباح الخير أحمد، وأهلا بك معنا لهذا اليوم. مشاهدينا كما عودناكم دائما محطات رئيسية نقف فيها، لعل أبرزها مؤشر بورصة قطر، طبعا دائما متابعة على المؤشر باعتباره بوصلة نوعا ما لحركة الاقتصاد القطري، ويعطي دلالات عدة، حركة الأسهم وتحركات التدفقات النقدية كلها لها دلالات مرتبطة بشكل كبير بواقعنا الاقتصادي. تابعنا مكاسب جيدة للمؤشر على مدار عدة جلسات، أبرزها كان في الجلسة الماضية التي سيطر فيها اللون الأخضر بشكل كبير على أداء بورصة قطر. رأينا مكاسب على صعيد أداء المؤشرات الأسهم، على صعيد قيم وأحجام التداولات خلال الجلسة الماضية، أيضا على صعيد الصفقات المنفذة، وتابعنا مكاسب أيضا امتدت إلى رسملة السوق، وكانت مكاسب قوية ضمن هذا النطاق. المؤشر العام لبورصة قطر مشاهدينا اختتم جلسة الأمس على ارتفاع بنسبة اقتربت من 21 نقطة المئوية، نتحدث عن إضافة بحوالي 120 نقطة أو أقل قليلا، لنرى إغلاقات عند مستويات 10404 نقاط وعشر النقطة، مستويات ممتازة للمؤشر. تابعنا طبعا عدة تراجعات، تابعنا نقاط مقاومة توقف عندها المؤشر قليلا قبل أن نبلغ هذه المستويات، وكنا قد سجلنا اقتراب واختراق لهذه المستويات سابقا لعدة فترات قبل أسابيع أو حتى أشهر. رسملت السوق بالأمس سجلت مكاسب بقيمة 3.5 مليار ريال، ومستويات 575 مليار و400 مليون ريال سجلت معنا بنهاية الجلسة. أيضا ارتفعت التداولات على جميع الصعد خلال الجلسة، نمو للسيولة بنسبة قياسية بلغت 211%، لنسجل 329.5 مليون ريال. ارتفاع أيضا لأحجام التداولات بنسبة فاقت 100% إلى 100 مليون و200 ألف سهم، كما قفزت أيضا الصفقات المنفذة معنا بنسبة بلغت 77% إلى 6249 صفقة. بنهاية الجلسة الماضية مشاهدينا رأينا ارتفاع لمؤشرات 6 قطاعات، كان الأساس فيها ارتفاع قطاع النقل الذي اقتربت مكاسبه من 3%. تابعنا أيضا مكاسب على صعيد مؤشر قطاع العقاري ب 1.16 النقطة، للبنوك والخدمات المالية ب 1.10 النقطة، قطاع التأمين سجل التراجع الوحيد معنا في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 1.13%. في جلسة الأمس ارتفعت أسهم 23 شركة بمقابل انخفاض ل 16 شركة، ومعنا 4 شركات تحافظ على إغلاقاتها السابقة. ما كان لافت بالأمس كان سهم الملاحة، تصدر القائمة الخضراء داعم رئيسي لقطاع النقل الذي كان متصدر، ومكاسب هذا السهم بلغت 4.25%. تلاه سهم الريان الذي لم يسجل فقط ارتفاعات قوية بنسبة 3.5%، ولكنه أيضا تصدر قائمتي أحجام وقيم التداولات، نتحدث عن 62.700.000 ريال لتداولات طالت 17 مليون سهم تقريبا على مصرف الريان وحده، الذي كما تحدثنا جاء في صدارة القيم وضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا وأيضا الأحجام المتداولة. تواصل معنا أيضا كان اللافت هو أداء إيجابي لمعظم أسهم القطاع البنكي، لكن أيضا الدولي الإسلامي سجل أداء إيجابي. تابعنا إغلاقات على ارتفاع لهذا السهم بنسبة 1.5% إلى مستويات 9.55 ريال. تداولات قوية أيضا طالت هذا السهم ب 51.300.000 ريال، مع استمرار الزخم المصاحب للتوقعات بأن يتم إدراج السهم ضمن المراجعة الجديدة لمؤشرات مورغان ستانلي خلال شهر نوفمبر
المقبل. دكتور، أريد أن أتوقف مع حركة الأسهم. يعني الأسهم كان هناك كثير، أسهم البنوك تحديدا كان هناك كثير من التقارير الدورية والشهرية، ورأينا تقارير دولية تحدثت عن الاقتصاد القطري، عن أداء قطاع البنوك القطري، واليوم نتابع أداء قوي بالتزامن مع موسم إعلانات نتائج مالية، وهو موسم عادة يشهد تذبذبات كثيرة خاصة على أسهم بحجم ووزن أسهم البنوك. هذا التفاعل الإيجابي على هذه الأسهم حاليا بماذا يفسر؟ هناك تفاؤل أكيد بالنسبة للإفصاحات والنتائج، هناك توقعات جيدة، شفنا أيضا بالنسبة للوطني والنتائج، فالآن يعني هناك معيار هو 4%، فإذا كان هناك نتائج خاصة في القطاع البنكي أفضل من 4% فهذا تميز بالنسبة للأداء. متوقع بشكل عام طبعا خلفية القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام إيجابية، ولذلك ما هناك الحقيقة أي مخاوف بالنسبة للقطاع البنكي، عادة ما تكون نتائج جيدة وقيادية بالنسبة للسوق بشكل عام. بدأنا بقطر الوطني وكانت نتائج جيدة، لذلك أعتقد جانب التفاؤل الخاصة بدأ يتضح. هناك أيضا جانب التقني، المؤشر استطاع أن الحقيقة يحافظ على مستوى 10,000، ورأيناه يتحرك ما بين 10,000 وإلى 10,500 في هذا الهامش. الآن هو على المستوى الأعلى بالنسبة للفترة الماضية وخاصة الحراك بالنسبة للمؤشر، ولذلك أيضا هناك توقعات تفاؤل وهدوء بشكل عام بالنسبة ل الأنباء، الأخبار، الأحداث الدولية في بالعموم، ولذلك قدرة الاقتصاد القطري وحسن أداء خلال المرحلة الماضية المفروض من خلال حس المستثمر أنه ما هناك أي عقبات أو عوامل قد تدخل تعيق قدرة المؤسسات والشركات على الأداء، لذلك رأينا التفاؤل خاصة بالنسبة للفترة الأخيرة إذا كان في التداول، إذا كان في الجانب التقني، وأيضا إذا كان على بعض الشركات اللي يتوقع أن يكون أداها جيد. واضح. أحمد عقل، الدكتور ذكر عدة نقاط، أهمها التفاؤل الذي أظهرته النتائج المالية التي بدأت معنا حتى الآن، أداء القطاع البنكي الذي يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الوطني، لدينا مراجعة لمورغان ستانلي، لدينا نتائج مالية لازلنا في بداية موسمها، على وقع ماذا يتحرك المؤشر اليوم لنراه عند مستويات 10,400 نقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن التحرك كان واضح خلال فترات السابقة، المحافظ سواء كانت القطرية أو المحافظ الأجنبية عم بتكون إذا بدك صاحبة اليد الطولة خلال فترات السابقة. شفنا مبارح دخول قوي للمحافظ القطرية وارتفاع بمستويات حوالي 120 نقطة، الدخول كان واضح على أسهم قيادية، شفنا مصرف الريان، شفنا بروة، شفنا الملاحة، أسهم جديدة لم نكن نشهد لها ارتفاعات سابقة، على رأس سهم الملاحة شفناها عم ترتفع بنسب جيدة خلال الفترات السابقة. بكل الأحوال أنا بتصور أنه التفاؤل بالنتائج المالية القادمة إضافة للمراجعات المهمة المتوقعة أن تكون خلال الشهر القادم ممكن لها دور كبير بعملية جذب المستثمرين خلال هذه الفترة. اقترابنا من نهاية العام وتوقعات بتوزيع جيدة، مستويات العائد إلى السعر، أداء الاقتصاد القطري القوي خلال هذه الفترة، كل هذه المعطيات أعتقد هي عامل جذب أساسي ومهم جدا. ولا ننسى أيضا أنه إعلانات QNB وسهم الرعاية أيضا بنمو جيد، يعني تحقق حوالي 4% لQNB و8.5% تقريبا لسهم الرعاية، أيضا عدا يعني خلينا نقول أعطى مزيد من الضخ التفاؤلي للفترات القادمة والتوقعات القادمة للنتائج. نعم، من المنتظر أن يشهد معنا اليوم إعلان كل من مخازن وبنك الخليج التجاري عن النتائج المالية للربع الثالث، سيكون معنا يوم غد مصرف قطر الإسلامي ووقود، سيكون معنا إزدان القابضة والبنك الأهلي مع نهاية الأسبوع. يعني لا يزال في جعبتنا إعلانات لثلاث بنوك على مدار هذا الأسبوع، في الوقت الذي نرى فيه التحرك الأكبر على بنكين آخرين هما مصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي. ما سبب التحركات المختلفة على السهمين أحمد؟ يعني خلينا نقول انه القطاع البنكي بشكل عام عم بيكون أدائه قوي من حيث النتائج ومن حيث المعطيات وحتى من حيث الأصول الموجودة، الموجودات، مستويات الإقراض خلال الفترات السابقة،
ولكن أيضا يعني إذا بناخذ بالتحديد البنك الدولي اللي هو تم الارتفاع مصرف الريان بالفترات السابقة، بنشوف أنه هودي السهمين على مستويات العائد إلى السعر كانوا مظلومين نوعا ما، وكانت مستويات النتائج المحققة دائما عم بتحقق نمو جيد ولم نشهد لهم تفاعل بالفترات الأخيرة، إضافة إلى يعني بالنسبة للبنك الدولي بالتحديد مع رفع نسب التملك الأجنبي ل 49%، أصبح من أكثر الشركات إذا بدك أو من إحدى الشركات المطابقة للشروط الخاصة بالدخول بالمؤشرات العالمية، وبالتالي البعض يراهن على هذا الموضوع ببعض الأحيان، خاصة أنه البنك حقق عوائد جيدة خلال الفترات السابقة. إذا يعني بنرجع شوي بالزمن لسنة فائتة، كانت معظم أسعار القطاع البنكي عند مستويات أقل من السعر العادل، وبالتالي شهدنا بداية تحرك إيجابي قوي بالنسبة للمصرف والبنك الوطني، ومن ثم ثبات بالأسعار وتوجه لبنك الدولة الإسلامي، أيضا شفنا ارتفاعات من قبل، كان عندنا أيضا البنك التجاري لمستويات 45. أعتقد أنه القطاع البنكي الأسهم التي لم تتحرك بعد أيضا سيكون لها نصيب بالتحرك، يمكن نكون عم نشوف بداية تحرك لسهم الريان خلال هذه الفترة، شفناه امبارح بمستويات 37، ولكن أعتقد أنه القطاع البنكي ككل هناك فرص حقيقية لم تزل موجودة. نعم أحمد، شكرا لك وأبقى معنا، سنعود لك بكل تأكيد. مشاهدينا، قبل أن نطالع افتتاحيات المؤشر لجلسة منتصف الأسبوع، نتابع بعض الأخبار المتعلقة بالسوق المالي وبالشركات. بداية، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لطاقة الكهربائية كيبكو، وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين اتفاقية رائدة تتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركتين عالميتين في مجال استثمار الطاقة. من ناحية ثانية مشاهدينا، وقعت جامعة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب والمسوح الميدانية. المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء وفقا لمعايير الجودة الشاملة والاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما والمعمول بها في الدولة، فضلا عن ضرورة إرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، كما تشمل أيضا مجالات التعاون في تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب، إضافة إلى التعاون في المجالات الأخرى الممكنة ذات الاهتمام المشترك. نبتعد قليلا عن البورصة ونعطي المجال لبدء التداولات فعليا بعد دقيقتين الآن، سنعود بعد قليل. نتحدث في موضوع آخر حقيقة مشاهدينا، هو موضوع مهم من المنتظر طبعا، أو منتظر حدث مهم ننتظره في كل عام، ووزارة المواصلات والاتصالات كشفت اعتزامها إطلاق منصة لتلاقي الأعمال. هذه هي أحدى أبرز مبادرات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، والذي يقام هذا العام تحت شعار مدن آمنة وذكية في الفترة من 29 من أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل. كما تحدثنا، هذا أصبح حدث هام نتابعه كل عام، عدد مهم من المبادرات يتم كشفها ضمن هذا المؤتمر، عدد مهم من أيضا الصفقات يتم عقدها، هناك متابعة مهمة لهذا المؤتمر محليا إقليميا وكذلك عالميا، ونتابع التفاصيل في التقرير التالي. مدن آمنة وذكية هو شعار مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 19 و2000 الذي ستستضيفه الدوحة أواخر الشهر الجاري. وفي هذا الإطار، أفادت وزارة المواصلات والاتصالات أنه سيكون بوسع المشاركين الوصول إلى هذه المنصة التي ستضم أكثر من 300 من أصحاب الشركات والأعمال عبر تطبيق كيتكوم 19 و2000 على الهواتف الذكية، وعبر وسطاء يمكنهم المساعدة في ترتيب اللقاءات المشتركة بين الشركات والمستثمرين. ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام استقطاب نحو 30,000 زائر وإبرام العديد من العقود والصفقات التجارية لأبرز مشاريع الدولة، والإعلان عن أحدث المبادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات متعددة مع شركات وجهات دولية وإقليمية.
وأضافت الوزارة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر يضم أكثر من 500 شركة، وهي تعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الرقمية، مؤكدة أن منصة تلقي الأعمال في مؤتمر ومعرض كيدكوم لهذه السنة ستوفر لرجال الأعمال بيئة مثالية للتواصل والتعاون وتحقيق النمو، فضلا عن عرض الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطري. ونوهت وزارة المواصلات والاتصالات بأنه بفضل وجود شركات كبرى في القطاع الرقمي مثل مايكروسوفت وآي بي أم وجي أي وأوريدو وفودافون وهواوي، فإن دولة قطر تعتبر في وضع مثالي لتطوير قطاع الأعمال الرقمي المبتكر فيها، كما أنه وفي ظل تنفيذ سياسات حكومية جديدة لتسهيل التطوير الرقمي يتوقع أن تشهد الدولة معدلات نمو هائلة خلال السنوات المقبلة في هذا المجال. دكتور، معرض كيدكوم أو معرض ومؤتمر كيدكوم تحول من لقاء سنوي إلى حدث مهم، منصة مهمة تجاوزت فكرة الاتصالات والتكنولوجيا إلى فكرة ريادة الأعمال وإلى تلاقي الأعمال وعقد الصفقات والانتقال وتطوير المدن إلى مدن ذكية، وأصبحنا بانتظار هذا الحدث نتوجه دائما ما الذي سيضيفه. هذا العام نتحدث عن إطلاق منصة تلاقي الأعمال، لا يزال هنا الهدف الرئيسي هم رواد الأعمال والمستثمرين. هناك دائما هذه الفكرة حول تنظيم كل ما يتعلق برواد الأعمال والمستثمرين، والتوجه هنا هو للمدن الذكية والاستثمار في التكنولوجيا، كيف ترى هذا التوجه؟ طبعا كيدكوم اليوم من المنصات المهمة، وهناك مجال واسع الحقيقة لأيضا تطوير المعرض. جميل أنه بدل الحديث عن المعارض بشكلها التقليدي النفاذ إلى غاية الحدث نفسه، هو طبعا تمكين رواد الأعمال من أنهم يصلوا حقيقة إلى أحدث التكنولوجيا، يصلوا أيضا بشكل ميسر إلى منتجي التكنولوجيا، وأيضا إذا بالإمكان إلى الشركات، إما من خلال التكنولوجيا من الخارج أو من خلال أيضا والمفروض يكون من تطوير التكنولوجيا في الداخل. لذلك كيدكوم أساسي ومهم، وأيضا إحدى الحقيقة الأحجار الزاوية بالنسبة لرؤية قطر 2030 والانتقال. يعني قبل أيام كان في الخبر بالنسبة لإعداد طرق خاصة بالنسبة للدولة للقيادة الذاتية، هذا أحد أهم المداخل خاصة بالنسبة للمستقبل وتقنيات المستقبل، القيادة الذاتية، وما طبعا تحمل القيادة الذاتية من اتصالات ومواصلات، وأيضا أهمية 5G. هذه كلها الحقيقة عوامل المفروض تكون متوفرة، وكيدكوم اللي رأينا حتى الآن أنه أيضا نطلع نشوف النسخة الحالية إلى أي مدى تطورت ولا أي مدى تنوعت أيضا التقنيات في الداخل. اليوم التقنيات بشكل عام وخاصة الحديثة، إما من الذكاء الآلي أو كل أنواع الذكاء الآلي إلى القيادة الذاتية إلى الطباعة المجسدة إلى كلها أصبحت الحقيقة في عالم موحد، هو طبعا في نهاية المطاف راح يكون اقتصاد المعرفة، لأنه هي اللي تنتج الحقيقة، وبالإمكان طبعا إنتاج وتكوين اقتصاد معرفي. نعم، كيدكو أساسي مهم، منصة وأيضا بوابة بالنسبة للداخل والخارج للتلاقي ولأيضا النفاذ وحصول على آخر المعلومات آخر التطورات، ومين اللاعبين المهمين الآن طبعاً في مختلف القطاعات. قطاع مثل قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كيف يمكن قياس تطور هذا القطاع؟ يعني هل نحن نتحدث هنا عن طبيعة الخدمات المقدمة أو عن عددها أو عن شموليتها وانتشارها؟ هل نتحدث عن عدد هذه الشركات؟ يعني الحديث عن 500 شركة أو أكثر قليلاً تعمل ضمن هذا القطاع في جو أعمال مثل الجو الذي تعيشه قطر، وفي بيئة أعمال مثل التي تعيشها قطر، وفي مشاريع مثل التي نراها في قطر، هل العدد متناسب؟ هل يمكن قياس ذلك بالعدد مثلا؟ بالنسبة لنا كمتابعين الحقيقة، القياس اللي هو إلى أي مدى ما يعرض في المعرض يعتبر منصة للمستقبل،
نعم. أي اليوم العوامل والعناصر التكنولوجية بالنسبة لمعظم المتابعين لها مسارات واضحة، مثل نعم. ما قلنا إذا الذكاء الآلي، والبعض يسميه الذكاء الصناعي، وهذا يعني قطاع كامل. إذا نتحدث عن القيادة الذاتية، إذا نتحدث عن كل هذا، إيش معنى هذا إذا إحنا نتكلم عن التقنيات هذه بدون لا نتكلم مثلاً عن 5G؟ لا يجوز. نعم. يعني على أساس إحنا نقول هل المعرض هذا قام دوره، هل العناصر الأساسية موجودة، هل العناصر هذه تأسس للتقنيات القادمة، لأنه التقنيات القائمة أصبحت جزء من الماضي. نعم. لذلك القياس على معيار نجاح جودة المعرض قدرته على الشمولية من ناحية التقنيات وتقنيات المستقبل في الخصوص، وعدم الحقيقة يعني إذا رأينا كل هذا المشهد ورأينا أحد أهم التقنيات غير موجودة، طبعا يصير الحس أنه لم يتم الحقيقة العناية الكافية بالأخذ بعناصر المعرض. واضح. نعم، شكرا دكتور. مشاهدينا طبعا ربما يجب أن نتوقف قليلا مع مؤشر بورصة قطر، أكثر من 10 دقائق منذ افتتاح جلسة منتصف الأسبوع. المكاسب القوية التي سجلها المؤشر في الجلسة الماضية، فيما يبدو نحن على محافظة على هذه المكاسب. الجلسة افتتحت في المنطقة الخضراء، لكن على هامش ربحي محدود، نتحدث عن أكثر قليلا من 10 النقطة المئوية للمؤشر، الذي يقف حاليا عند مستويات 10,418 نقطة تقريبا. كما نتابع أحجام تداولات وقيم تداولات، لا تزال نوعا ما حركة التداول هادئة في منتصف الأسبوع، نتحدث عن أقل قليلا من 15 مليون ريال، ومعنا في عداد أحجام التداول أكثر من 5.5 مليون سهم يجري التداول عليها حاليا، مع نشاط يطال عدد من الشركات وارتفاعات ل 11 شركة مقابل انخفاض لتسع شركات. إذا ما تابعنا على لوحة التداول، أكثر الشركات المرتفعة معنا لهذا اليوم، سهم مجموعة المستثمرين يتصدر المكاسب اليوم ب 1.6% حاليا. معنا أريد أيضا ضمن أبرز المرتفعين، أريد تسجل مكاسب ب 1.5% في مستهل هذه الجلسة. نرى افتتاحية فوق 7.40 ريالات. معنا مصرف الريان يحافظ على أداء إيجابي في مستهل هذه الجلسة. طبعا مصرف الريان كما نتابعه على لوحة التداول بمكاسب تقترب من 1.14 تقريبا، يقف عند مستويات 3.77 ريالات. ونشاط قوي على السهم يفتتح به هذه الجلسة، سنرى بعد قليل إن كان ضمن الأكثر تداولا أعمال معنا لهذا اليوم. يبدو أيضا نشاط على السهم على صعيد القيم على الأقل 2 مليوني ريال، ومعنا مكاسب للسهم تقترب من 1% على شركة أعمال. الأكثر تراجعا معنا لهذه الجلسة، وكما تحدثنا 10 شركات في المنطقة الحمراء، فيما يبدو يتصدرها سهم ناقلات ب 1.25%. نشاط نوعا ما محدود على السهم. معنا بنك الدوحة أيضا ضمن الأكثر تراجعا بقرابة 0.18%، وأيضا تداولات محدودة يظهر معنا في القائمة الحمراء لهذا اليوم. سهم قامكو الذي يسجل تراجعات تقترب من 0.18%، ومستويات تقترب من 90 درهم أو عند 90 درهم افتتاحية هذه الجلسة. ومعنا أيضا شركات الطبية في المنطقة الحمراء بتراجعات تفوق 0.6%. إذا ما تحدثنا عن الأكثر نشاطا، طبعا هنا القيم هي التي تحدد هذه القائمة، والأكثر نشاطا إذا كما توقعنا قبل قليل مصرف الريان الذي يتداول حاليا في أكثر من 5 ملايين ريال قطري ليكون في صدارة الشركات. معنا أريد أيضا ضمن أبرز المتداولين لهذه الجلسة، أريد تسجل تداولات تفوق 3 ملايين أيضا ريال. سهم المصرف سهم آخر من القطاع البنكي ضمن الأكثر نشاطا لهذه الجلسة بقيم تقترب من 3 ملايين ريال وباللون الأخضر كذلك كما الشركتين السابقتين. ومعنا سهم أعمال سهم آخر باللون الأخضر وضمن أكثر المتداولين على اللوحة حاليا بأكثر من 2 مليوني ريال،
وفيما يبدو قائمة الأكثر تداولاً باللون الأخضر كما نتابع مع حضراتكم في مستهل جلسة هذا اليوم. طبعا إذا ما تابعنا أداء القطاعات مشاهدينا خلال الجلسة يبدو معنا نوع من التوازن بين اللونين الأخضر والأحمر، تراجع لثلاث قطاعات هي النقل، القطاع العقاري وقطاع التأمين، ومعنا مكاسب للاتصالات هي الأبرز في مستهل هذه الجلسة، أكثر من 1.25% دعم كبير طبعا من شركة أريدو، معنا مكاسب على صعيد القطاع الصناعي بأقل من 0.1 نقطة مئوية، والبنوك والخدمات المالية يسجل قرابة 0.2 نقطة مئوية، فيما قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية يسجل ثبات في مستهل هذه الجلسة. نعود مشاهدينا إلى مواضيعنا لهذا اليوم. شركة موانئ قطر التي تدير موانئ حمد الرويس والرويس التجاريين وكذلك الدوحة السياحي كشفت عن تفاصيل موسم سياحة الرحلات البحرية 2019-2020. بحسب موانئ قطر يعتبر الموسم السياحي 2019-2020 هو الموسم الأكثر ازدحاما على الإطلاق في ميناء الدوحة، خاصة مع تأكيد زيارة 74 سفينة سياحية على متنها نحو 235 ألف سائح. ينطلق الموسم السنوي الجديد في 22 من شهر أكتوبر الجاري بوصول السفينة السياحية ماينشيف 5، فيما سيشهد شهر مايو من العام المقبل وصول آخر سفينة في الموسم السياحي وهي السفينة سيبورن إنكور حسب الجدول الثمني المعلن من شركة موانئ قطر. من المقرر أن يشهد موسم 2019-2020 طبعا نقلة نوعية تتمثل في إمكانية حجز وركوب السفن من ميناء الدوحة إلى محطات أخرى عبر السفن، حيث سيتحول الميناء إلى نقطة انطلاق ورجوع رئيسية لرحلات بعض السفن السياحية البحرية. دكتور، ميناء الدوحة يشهد تطور كبير على وشك انتهاء أعمال توسعية هامة ستعزز بشكل كبير من السياحة البحرية من كافة المقومات، سواء من ناحية السفن التي سيستقبلها الميناء وحجمها أو حتى من طبيعة الخدمات التي سيقدمها الميناء للسواح. نحن نرى زيادة، هذا القطاع كان الأكثر نمواً ضمن القطاعات السياحية الموسم الماضي، هل ترى، كيف ترى هذه الخطوة في ظل تعزيز السياحة البحرية التي تستهدفها الدولة بعدد مهم من المبادرات؟ هناك فضول عالمي، يعني احنا مطلعين من خلال تواصلنا مع الحقيقة مع العالم على فترات طويلة، هناك فضول لمعرفة ما يدور في المنطقة. المنطقة من أهم المناطق العالمية، وأكثر الأخبار على شاشات العالم دائما تصدر وتأتي من الشرق الأوسط، هناك طبعا أكثر من صورة تنقل عن الشرق الأوسط، ولذلك عادة ما يكون الجمهور العالمي يحب يطلع بشكل مباشر ليكون فكرته هو ويكون أيضا منظورة بالنسبة للمنطقة. أيضا المنطقة تملك تاريخ طويل الحقيقة، خاصة بالنسبة للغرب مناطق العالم عن تاريخ الطويل، فظل أيضا جانب آخر محاولة فهم الثقافة، ثقافة المنطقة، ما هو تاريخ المنطقة، ولذلك هناك الحقيقة متسع كبير جدا. نعم، أولا خاصة بالنسبة للمنطقة ودولنا وخاصة قطر، أنها قادرة على أنها الحقيقة تضع أعلى مستوى جودة بالنسبة للمنشآت، بالنسبة لطريقة استقبال الضيوف والتعامل معهم. ايضا راينا المنشات والبنى التحتيه اللي تدعم وحقيقه يعني تكون جاذبه كثير بالنسبه للسياح خاصه اليوم. كل ما هو لا علاقه بتراثنا وتراث العربي الاصيل، العالم الان يتشوق انه يشوف كل ما هو ايضا على جانب التطور وجانب الحداثه والعصريه بالنسبه لاقتصادنا وبالنسبه لمجتمعاتنا، ايضا هناك أيضا الحقيقة فضول كبير من قبل، ولذلك هناك فرصة كبيرة. الأحداث الكبيرة اللي إما نقلت أو أيضا قادمة على المنطقة أيضا جاذب آخر، ولذلك الوقت جدا مناسب، جدا مهم، وجدا أيضا مهم بالنسبة لقطر لأنه يهيئها ل2022. نعم، على أساس أنها راح تكون هي منصة العالم. مهم ايضا انه جانب التواصل هذا مش يدعم بس الحقيقه قطاع الاقتصاد، ايضا بالنسبه لقدرتنا على ايصال اما صورتنا للعالم او من خلال ايضا الميديا والاعلام القطري، اذا كان الجزيره او بي ان او غيرها،
ايضا تستفيد من خلال الرحلات ومن خلال، وهذا نعم. مجال لسه بادين، النمو ممتاز وان شاء الله نشوفه يعني يتحسن بمشيئه الله تعالى. مشاهدينا، في خبر اخر، حققت مجموعه كناري وورف التي يملكها جهاز قطر للاستثمار بشراكه مع مؤسسه بروكفيلد بروبرتيز بارتنرز الكنديه اعلى مبيعات في اول ابنيتها السكنيه في مشروع وود وورف شرق العاصمه البريطانيه لندن منذ طرحه في السوق البريطاني، وهو مبنى تيم بارك درايف. وتمكنت المجموعة من بيع 16 وحدة سكنية خلال 11 أسبوعا فقط بقيمة قربت من 20 مليون جنيه استرليني. تجاوز الإقبال الخطة المتوقعة في مبيعات الوحدات السكنية في البناية السكنية الأولى في المشروع. أحمد عاقل، قطر لديها خبرة كبيرة في مشاريع التسويق العقاري والتطوير العقاري، هذا المشروع واحد ضمن مشاريع عدة، برأيك هل خبرة قطر وخاصة في السوق البريطاني هي ما عززت المبيعات بالشكل الكبير الذي يتم الحديث عنه؟ لا شك يعني نحن شفنا بخلال الفترات الأخيرة وخاصة جهاز قطر للاستثمار تحرك قوي جدا على مستوى استغلال فرص استثمارية، معظمها وكانت يعني معظم هذه الفرص كانت على مستوى عقاري، وبالتالي الخبرة والمعرفة وتحديد الهدف المطلوب وتحديد المناطق المطلوب الاستثمار فيها كان من أهم السمات المهمة لجميع الاستثمارات التي قام بها الجهاز، وبالتالي شفنا دائما التركيز عم بيكون على مناطق مهمة بالعالم وعلى لاند ماركس، على علامات فارقة على مستوى الأبنية، وهيدا كان له دور كبير بزيادة الثقة لا شك بهذه الاستثمارات وأيضا بالجهاز نفسه على مستوى الخارج. أنا بتصور أنه بداية الثقة الكبرى باختيارات هذا الجهاز عم بتخلي المشترين أيضا عم بيكونوا أكثر راحة، إضافة لاختيار المواقع المهمة جدا والتي من المتوقع أن يزيد عليها الطلب بالفترات القادمة، علامات فارقة معظمها بالدول الموجودة بها أيضا، وأيضا لا شك الخبرة الكبيرة ومعرفة استغلال الفرص بالاستثمار العقاري له دور كبير بهذا الموضوع. نعم. مشاهدينا، في موضوع آخر، نظم مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المؤسسات المشاركة في النسخة الرابعة من أسبوع قطر للاستدامة. طبعا هذا الأسبوع سينظم ما بين 26 من شهر أكتوبر الجاري حتى تاريخ 2 من نوفمبر المقبل، وهذا الأسبوع يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمع في هذا الإطار. من خلال أكثر من 200 فعالية تقام في أماكن مختلفة من الدولة، سيكون أسبوع حافل، سيكون هناك حديث عن عدد مهم من القطاعات ومن المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترات القليلة الماضية. نتابع ونعود لحضراتكم. أسبوع قطر للاستدامة العام الرابع على التوالي، الهدف منه إشراك فئات المجتمع في أنشطة وفعاليات مختلفة تساهم فيها شركات حكومية وخاصة لها علاقة في عدة مجالات. مثل ما تعرف شوف المعنى اللي هو أسبوع قطر للاستدامة ركز على الاستدامة ليست فقط البيئية، بيكون عندنا حملات تنظيف شواطئ، تنظيف قاع البحار، عندنا زيارات للرواد أيضا، المحافظة على الحياة الفطرية، عندنا مسابقات مدرسية ورش عمل خاصة في البيئة، بالإضافة إلى ذلك عندنا تعزيز أسلوب الحياة الصحي سواء من خلال المشاركة في الأندية والفعاليات الخاصة مثلا المنشآت الرياضية، عندنا المشاركة في أسلوب الحياة الصحي مثلا أو الطعام الصحي من خلال مشاركة الجهات أو المطاعم التي تقدم الطعام الصحي. نعم، وقبل أن نختتم مشاهدينا معكم هذا اللقاء، نعود لنطالع مؤشر بورصة قطر الذي يسجل مكاسب تفوق عشرين النقطة المئوية، ولا يزال القيادة لعدد من الأسهم في القطاع البنكي أبرزها مصرف الريان، بالإضافة إلى المصرف الإسلامي وكذلك شركة أريدو التي وهي الشركات التي تتصدر معنا قيم التداولات على صعيد التداولات. كما نتابع مصرف الريان لا يزال يستحوذ على القيم الأعلى بقرابة 7 ملايين ريال، مليوني ريال لشركة أعمال وقريبا منها تداولات على صندوق الريان. معنا أيضا سهم أريدو ضمن الأبرز لهذه الجلسة التي يسجل تداولات فيها تفوق 4 ملايين ريال. إذن نشاط واضح على القطاع البنكي الذي سيشهد إعلانات لثلاث شركات جديدة خلال الأسبوع الحالي عن النتائج المالية، واحدة منها ستكون اليوم بنك الخليج التجاري، بالإضافة إلى إعلانات شركة مخازن التي ستكون معنا خلال هذا اليوم أيضا وخلال
الأسبوع بشكل عام سيكون معنا إعلانات لست أو سبع شركات أخرى. هذا كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من جلسة أعمال، لقاءنا يتجدد مع إغلاقات المؤشر ضمن نشرة الوحدة الاقتصادية بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار والمحلل الاقتصادي، وشكرنا موصول أيضا لضيفنا في بورصة قطر السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية. دمتم بألف خير مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.